مساء النور، اهلا. توحشتكم بزاف. شحال هادي ما درتش لي لايف، ما درتش لي فيديوهات. المهم اصبروا عليا، انا اي حاجه غادي نبقى نديرها غنبقى نحطها لكم. فوالا، مشيت انا نهضر لكم بالعربيه باش تفهموني. عند كاين ما كيفهمش. مشيت لهاد لوسونتر اللي ديجا كان مشيلو، دابا هادي شي 4 سنين تندير الابر الصينيه اللي كترجع لنا الضاره للوجه، راكم عارفينها. انا ما عنديش مع التجميل والابر والنفيخ، لا لا لا. هاد الابر الصينيه دابا تشوفوا كيفاش كتصاوب. للناس اللي ما شافونيش العام اللي فاش كيفاش درتها، كنت حطيتها عندي نيت في القناه هنا. شحال هادي ما جيت، قلت نجي نصايبهم. هاد السنطخ كيصايب بزاف ديال سميتو عيادة ديال التجميل، مي عيادة طبيعية ياك، طبيعة رابعة. فوالا، هنايا كنوجد راسي باش غنقادو. نوريكم مرحلة بمرحلة. هنا كتمصي ليا وجهي مساج. دابا نحط لكم حتى الثمن، راه ما غاليش بزاف. دابا نحطو لكم في لي كومونتير. داكشي عنده مغزال من كتصايبيه، هو في هو نورمالمون في 3 ديال لي سيونس، اسمحوا لي. كل سيونس وسيونس كان جوغ بحال هكداك، باش يلاه يعطيك ديك النظاره. ولكن راه في من كدوز سيونس الاولى، من كدوز واحد 3 ايام كتبان على وجهك. فوالا، انا عارفه اني ما كنديرش الماكياج بزاف، عزيز عليا يعني نكون طبيعيه. شوف كيفاش كتمصي ليا وجهي. فإلا ما كملتش لكم هاد المراحل ديال الابر الصينيه، غنكمل لكم فيديو اخر، نحط لكم شويه بشويه، لان فيه انوخ، فيه انوخ ونص واقيلا بحال هكداك. فوالا، هادو الابر. انا سوبر، هاد الابر كينغزوني نقول لكم. انا ما نقدرش ندير الفيلر، داك التخربيق، خصوصا دابا ولاو كيخرجوا كيقول لك شو وجهي كيولا بالفيلر، شو وجهي كيطرخان، شو كيخرجات عليا الابره. انا ما نقدرش نديرهم، نفخ وجهي ولا سميتو يقدر ما يجيش معايا. انا عندي هاد التخوفات هادو. كيما قلت لكم، مشيت 3 سنين ولا 4 سنين انا كندير هاد العمليه هادي، كندير 3 ديال لي سيونس. تبارك الله، راك شوف وجهي كي داير. فوالا، مع ذلك جاتني شي حساسيه نضوليه حبيبات كيما كتشوفوا، راكم عارفين. وانا ملي كندير هاد الابر كنبقى شي 25 دقيقه بحال هكداك، ما كملاش كاع. المهم نتبع المراحل. انا كنهضر معكم في تقطع اللحم، لانني داك النهار درت سبور. دابا نلوح لكم الفيديو ديال السبور، ما عرفاش وقتاش غادي نحطو، خصني نستنى نقادو نحطو بلا مونتاج. المهم اللي بغاني نحط الفيديو ديال الرياضه بلا مونتاج يخلي ليا كومنت.
فوالا مرحلة الاسترخاء. ايه دابا كتحيد لي الابر؟ شوف الطريقة كيفاش كيتحيدوا. دابا جينا للمرحلة الثالثة، انت ما تشوفها. المرحلة الثالثة اللي هي الجبس، ياك هذا راه الجبس، هذا من بعد كيولي كينشف، كيولي بحال القيناع على الوجه، حتى كينشف مزيان كيشد في الوجه، عاد كيتكن عاد كنحيده. انا هاد العمليه هادي كتعجبني وكتخلي ليا نتيجه في وجهي، داكشي علاش كنعاود نديرو ونديرو. فوالا تيديرو حتى المساج للوجه بالفيتامينات باش تيعطي واحد النضارة. غادي نديرو ان شاء الله وغادي نحطو لكم حتى هو. اي فوالا الجبس تنبقى على حسب الجو، الجو سخون دغيا نشف يعني، ما بقاش بزاف، شي ربع ساعة بحال هكاك 15 دقيقة كنشف ليا دغيا لان الحال سخون.
البنات اللي كيسولوني في تيك توك في الخاص على وصفتهم عندي القناة هنايا على سميتو على الغلط، انا راه ما غليظاش، كيقول لي زعما شي وصفة ديال الغلط، راك شتوني انا راه ما غليظة ما رقيقة ما بين وبين. المهم انا غادي نحط لكم الوصفة ديال لاطاي، فوالا دونك هادشي اللي بغاوني نحط. قريبا غادي نحط لكم الفيديو. يعني ما تشوفوش غير طاي تسحب لكم غير هكذاك، راه ضروري كنحافظ عليها بالرياضه والماكله، والماكله في الوقت ماشي اجي وكل. انا بعض المرات ما كنتعشاش. فوالا هنا حيت الجبس. غادي يبان لكم واقيلا الوجه كيفاش كان قبل وبعد. لصق لي في شعري حنت من الجنب كيلصق دغيا.